عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة دنيا فرح. اليوم جبت لكم واحد الوصفة شكي تعجبكم والله اعلم، واسمها الرجلة، كاين اللي يقولها رجيلة، كاين اللي يقولها كل واحد كيفاش. احنا نسموها في الجزائر رجيلة، احنا هكا نسموها رجيلة، وكاين بالك مناطق واحد اخرى يسموها بطريقة واحد اخرى. معنا شوفوا كيفاش جاية رجيلة، هذه هي رجيلة، شوفوها شوفوها، هاي ليك رجيلة. هذه رجيلة ما نقولكمش منافع اللي فيها الصحة تاع الانسان، بزاف الناس مستهزين بها، الفلاحين بزاف تنوض لهم، هي بزاف تنوض في المنطقة تاع البحر الابيض المتوسط، تنوض الفلاحين، عند الفلاحين بزاف تنوض لهم في بلادهم، وبزاف يستهزاو بها، ما يحبوش يطيبوها، يرموها ولا ينحوها ويرموها هكاك. حنا ولا غير شريناها، مي ما نقولكمش فوائد تاعها شحال كاينه. من في ثاني مرض التوحد، قريت دخلت عليها في الانترنت باش نقول لكم واش لقيت فيها. مرض التوحد تفيد الامراض القلبيه، تفيد الامراض تاع اللي عنده الضغط الدموي، فيهاش الالياف، قليله فيها، غنيه بالالياف وما فيهاش سعرات حراريه لاصحاب الريجيم، وتحسك بزاف بلي راكي شبعانه، ما غي تاكلي منها كميه قليله تحسي بالشبع. يعني فيها بزاف، يعني انا قريت بزاف، قريت دخلت في اليوتيوب وقريت عليها باش نجيب لكم الاخبار تاعها واش فيها المنافع، بصح ما قدرتش نجبد كلش. يعني مليحه بزاف الامعاء، الصينيين يداووا بها، يداووا بها بزاف الامراض، مرض السل، مرض حاجه في الامعاء، بزاف امراض في الامعاء داووهم بها. دوكا هذه وريتها لكم هكا قبل ما نغسلها ونقيها، ونجود جبت لكم وصفه راح نطيبوها بها هذه رجيله، وتبعوا معايا في نروح نغسلها ونقطعها ونقيها ونتلاقاو. اوكي البنات، شوفوا هنايا هذيك رجيله مرجيله، كل واحد كيفاش يسميها. ليسونسيال سوفريت باش نقيتها، دخلت طلق لكم واحد التراب فوفوار كاتاستروف، تنقوها بيان. شوفوا ما تقطعوها هكا، ماشي كبيره ماشي صغيره، عادي هكا تقطعوها، ومن بعد بيان سور ناكد ونعاود تشلوها تري تري بيان، لازم تشلوها بيان. ومن بعد تحطوها حبه بطاطا كبيره. ملاحظه، كي تكون عندكم بطاطا الكبيره توجور بداو بها، على خاطر هي اللي تفوت تخسر. دائما كي تكون عندك بطاطا فوتي في الكبيره باش ما تفوتش، باش ما تفسدلكش، باش ما ترميهاش. هايك حبه بطاطا كبيره، كاس ما راك تشوفوا، كاس ما، نص كاس زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي ما يحب زيت الزيتون يدير زيت سانغو، حبه بصل، نص حبه بصل كبيره ولا صغيره حبه بصل. هنا شوفوا ناكد لكم العكري، فلفل الكحل، كمون والملح والثوم. نعاود لكم العكري، فلفل الكحل، مغرفه صغيره فلفل الكحل، كمون، ملح والثوم. حبيبه صغيره طماطيش قطعوها كمرصوات صغار كما راكم تشوفوا. وهنايا الحشيشه مع المعدنوس، شويه حشيشه شويه معدنوس، تخلطوهم. هادو هما كما راكم تشوفوا، ونروحوا نطيبوهم في لاكوكوت مينوت ونديروهم ابتي فو. واش ديروا؟ ديروا قبل هذه ديروها من تحت، هذه ديروها من تحت، ومن بعد تيك ديروا فوقها البصل، الطوماطيش، البطاطا، الحشيش ومعدنوس وما والزيت، وهذو لي زيبيس توجور ديرهم من الفوق وتخلوهم وتخلوها طيب ابتي في، ما تخلطوهمش، خلوهم من الفوق يطيبوا، باسكو دوكا من بعد هو يطلق الماء تاعو ويطيب في الماء تاعو، وكلش يشرب في الماء تاعو، شوي كونتر هذوك لي فورو كلش، كاع لي فيتامين يروحوا. وانتم معايا نروحوا نتلاقاو بعد ما نروح نطيبو نديرو في النار ونتلاقاو من بعد. كيما راكم تشوفوا هنا، درت البصل، البطاطا، طوماطيش، حشيش ومعدنوس درتهم هنايا، هامليك لي زيبيس. توم شوفوا كيفاش تقطعوها، ما تقطعوش رقيق، تقطعوه مرصوات هكذا صغار هكذا، واحد ربعة فلوس ثومه، هامليك تخلطوهم كامل، تطلقوهم، تحطوا الثوم. تزيدو ديرو ميم كاس زيت، هاوليك كاس زيت. هذه الوصفه جبتها من عند واحد القناه واسمها عالم سعاد،
ان شاء الله ماذا بيا تدخلوا تشوفوا القناه تاعها هاليك، وزيدوا كاس ما، ديروا كلش على فوا. هي ما درتش البطاطا باسكو انا راجلي، كون ما ديرش البطاطا ما ياكلش، لازم بطاطا في كل حاجه تدخليها له، سي بور سا جبت البطاطا. صح معليش درتها صغيره، طيب لي ونروحو نطيبوها ابتي فو على نار قليله قليله تاع الصح، ونتلاقاو من بعد. دونك كاملك البنات وجدت لي مرجيله هذيك، رجيله احنا اسمها رجيله، وقيله جوستيتان تسميها مرجيله، جو سي با كيفاش كل واحد كيفاش يسميها. هاي وجدت لي هي واش نقول لكم، كي كنت نطيب فيها الريحه تاعها كانت ما تتصوروش شحال بنينه، وبطات باش طابت لي درتها بتي فو، هذاك الفرن الصغير ونقصت له درتها بتي فو وطابت لي، خرجت لي هكا وزينتها بالزيتون كيما هما داروا لها الزيتون، انا درت لها الزيتون كيما راكم تشوفوا. ودرت العشاء تاعنا توجور لا سوب دو بواسون اللي درتها هاي ليك، سوب دو بواسون كاش ندير لكم لا غوسات تاعها والخبز، وهذا هو العشاء تاعنا يا اخواتاتي، وتهلاو في روحتكم. الى عجبكم لي فيديو تاوعي ما تنساوش تدعموني شويه بجام، وتابونيو في لاشين دايما، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع جديد واش نبعث يوصل لكم. واش نقول لكم، هماله تهلاو في روحتكم، ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد ان شاء الله يكون كامل فيه منفعه، وبقاو على خير، سلام باي.